المحاضرة النهاردة إن شاء الله بعنوان حاجة اسمها Physiology of Cerebellum أو Cerebellum Physiology أو Functions of Cerebellum. لما أقول لك Function of Cerebellum بعنوان محاضرة لوجيكالي ما ينفعش أقول لك خلي بالك أو Function of Cerebellum أولاني موتور فانكشن وأنا الموتور فانكشن والرول أوف معرفش إيه. طيب أنت عارف يعني إيه Cerebellum أصلاً؟ عارف الفانكشن ستراكشر بتاعها؟ عارف الكونكشنز بتاعتها؟ عارف المعرفش صح؟ طيب الفانكشن عشان اعرفها مش اعرف ان لما يحصل فيها مشكله ها هيحصل لي كذا وكذا وكذا زي ما قلت لكم مرارا وتكرارا. انا مش هعرف قيمه عينيا لما يجي لي شويه مد كده وتحس ان ايه عينك مش قادر تفتح صح. لكن طول ما انت كويس ومفيش حاجه مش حاسس قيمه النعمه دي خالص صح. بتحس بقلبك امتى؟ لو بيدق زياده عن اللزوم صح. نفسك امتى؟ لما تلاقي في صعوبه في التنفس. لكن النعمه موجوده مش حاسس بنعمتها بالنعمه دي. وازاي يقول لك الصحه ايه؟ تاج فوق راس الايه؟ لا صحه. ما يحسش بها الا اللي ايه؟ فانت ما تستناش لحد ما تروح منك، حس بقيمه كل ذره عندك. فانا عايز اعرف الفيسيولوجي اوف سيريبيلا. يبقى هاخد اول حاجه انتروداكتور كيس، واحد هيعاني من سيريبيلا فانكشن. لما يعاني من سيريبيلا فانكشن اسال نفسي سؤال، ايه هي الفيسيولوجيكال بيزس لهذه البروبلم؟ صح ولا لا؟ طيب لو بدانا بالانتروداكتوري كيس. واحد عنده 53 سنة ميل 53 يير اولد ميل سافرد فروم رابيدلي بروجريسنج جيت ديستربنس. في حاجة اسمها نورمال جيت. أنت ماشي فليكشن وكان اكستنشن فليكشن اكستنشن ومش عارف خالص. تخيل بقى لو أنا جيت أنت ماشي لقيت واحد ماشي قدامك بالشكل ده. أو لقيت واحد تاني ماشي كده. أو لقيت واحد ماشي كده. أو لقيت واحد ماشي كده. ده طبيعي؟ ده أبنورمال جيت. أنت جيت لقيت واحد إيه؟ ماشي إيه؟ بالشكل ده كده. صح؟ ماشي زجزاج جيت. ده أبنورمال ولا نورمال؟ أبنورمال، في ديستربت جيت. في سيفير أتاكسيا. سيفير أتاكسيا تيجي تلاقي إيه؟ اللي عايز يربط الزرار مثلا يقفل الزرار أو يعمل الجرافطة. تلاقيه بيعمل ايه؟ ها؟ ايديه بتترعش. يجي يجيب لك حاجه او يجي يمشي تلاقي فيه ايه؟ ها؟ الموفمنت بتاعته مقطعه دي كومبوزيشن اوف موفمنت، يعني عايز يشيل القلم من هنا لهنا، شوف بيعمل ايه؟ انا عايز اشيل القلم، ها؟ رايح كده؟ شايف؟ شايف؟ ده كده طبيعي؟ تلاقيه واقف طول الوقت وهو بيكلمك. في نودنج يقول عليها تيوبيشن في الهيد قاعده تتحرك رزمك. وسليشن للهيد كده. في ابنورماليتي. خلاص؟ حاجه اسمها ديسمتريا زي ما قلت لك، يجي يشيل قلم من مكان لمكان او يجي يشاور على اللوز ولا حاجه تلاقيه قاعد يخبط كده مش قادر، صح؟ ديسلايدوكو كينيز هنفهم حالك. اتعمل له الام ار اي للبرين وجدوا سيريبيلر اتروفي. يبقى من الحاله اللي عنده واحد 53 سنه ميل ما عنديش مشكله، حاجه معروفه. رابيدلي بروجريسنج جديد ديستربنس. طب شكلها ايه؟ مواصفاتها ايه؟ مش عارف، صح؟ سيفير اتاكسيا يعني ايه اتاكسيا؟ حد يعرف يعني ايه اتاكسيا؟ يعني ايه انكوردينيتد موفمنت؟ ايه التايبس بتاعتها؟ ايه الميكانيزم بتاعتها؟ يا سلام شفتوا بقى الشطاره لما واحد يبقى مش عارف بقى وتيجي تساله كله ايه؟ ايه التايبس بتاع الحاجه؟ وعلى فكره اجابه ذكيه جدا. ما تيجي تقول له التايبس ما خلي بالكوا الجاما ويف عنده ايه؟ برومينا صح؟ ودعا دعوة عليا انا وقعت واقعة عليا انا الله ربنا صح؟ ماشي ماشي يا تركي. بصوا يا جماعة ايه كنا بنقول ايه؟ السفير اه يعني انا يقول لك ايه؟ مايند مودريت سفير. حد يقدر يقول له كلام غلط؟ اي مرض في الدنيا ما هو مايند ومودريت وسفير صح؟ طب ايه صفات المايند؟ مايلد مايلد سيمتومز اند سايز. طب مودريت هي مودريت. طيب عارف ديسمتريا مش عارف، عارف ديسلايدوكو كينيزيا مش عارف، عارف يعني ايه سيريبيلر اصلا او سيريبيلم وموجود فين وعندك كام سيريبيلم في جسمك؟ طب الفانكشنز بتاعته مش عارف، يبقى دي اسمها ليرنينج ايه؟ اوبجيكتيف. ليرنينج اوبجيكتيف مش معناه ان انا عارف كلمه عن حاجه يبقى انا عرفتها. انا بقول لك يعني ايه اتاكسا دلوقتي؟ ان كوردينيشن اوف مصر موجود. طيب ويز ولا وزاد باراليسيس؟ طب ايه التايبس بتاعتها؟ طب ايه الاورجنز اللي بتعمل كوردينيشن للمومنت؟ طب ايه الميكانيزم؟ طب ايه المانيفستيشن؟ مش عارفها. يبقى معناها ليرنينج ايه؟ اوبجيكتيف. يبقى من الانترودكتوري كيس بتاعتي ديت اقدر اقول ايه الليرنينج اوبجيكتيفز بتاعتي؟
اول حاجه identify the functional structure of the cerebral lobe. دايما عرضنا نفسنا اجي اتكلم على اي فانكشن لاي اورجان اسال نفسي ايه هو الفانكشنال ستراكشر للاورجان ده، صح؟ اطلع 100 فانكشن بقى مش فانكشن واحده. ما انا اقول لك بيتكون من 1 2 3، طب انا امسك واحد ديت واقول بيتكون من 1 2 3 4 5، ولو قلت فانكشن لكل تركيبه منها لا انا طلعت عدد مهول، صح ولا لا؟ اوتلاين سيريبيلر كونكشنز اند فانكشنز. السيريبيلر لما انا بتكلم في السي ان اس يا جماعه قلتوا اكيد ذاكرتوا البيزر جانجليا، هحط لكم ده بتاع فيديو محطوط اذا كنتوا سمعتوه، بيزر جانجليا والباركنسونيان ديزيز والكلام من ده. اي اورجان في السي ان اس يهمنا في ايه؟ عشان اقول فانكشن في الكونكشن بتاعته. زي ما بقول دايما انا عايز مثلا خدمه للموسى، عايز يخلص لي ورقه معينه، مش هروح لموسى الا لما اكون عارف انه ايه له اتصالات، ده موسى ده بيخدم ده وبيخدم ده وبيخدم ده، ولذلك طالما انه خدوم وبيديله ده وبيده هتروح له والناس هتخدمه وهو يخدمنا، صح؟ وتر اتصالاته كتير. لكن ينفع اروح لواحد ما بيخرجش من بره بيته وما يعرفش الا اسمه بالعافيه، صح؟ ينفع؟ ملوش اتصالات. فانا عشان اقول فانكشن لازم اعرف كونكشن للاورجان ده، هل عنده كونكشنز كتير وتواصل كتير فيقدر يعمل فانكشن؟ لان كل كونكشن له فانكشن، صح ولا لا؟ فبالتالي لازم اعرف ايه هي السيريبيلر كونكشنز والفانكشن بتاع كل واحد فيهم. ثم ندخل على الفانكشن اوف ذا سيريبيلر. ديسكاس فانكشنز اوف ذا سيريبيلر. ومن اهم الفانكشنز اوف ذا سيريبيلر ان انا اعرف الرول اوف ذا سيريبيلر ان ذا فولانتري كنترول. او ايه كنترول اوف فولانتري موف. ايه هي السيرفو كومباراتور فانكشن؟ جاتهم السنه اللي فاتت اس اي كيو. خلاص؟ ايه هي الفسيولوجيكال بيزس للسيريبيلر ديزيز سيمتومز؟ لما يحصل سيريبيلر ليجن المانفستيشن دي ايه الفسيولوجيكال بيزس بتاعتها؟ نعرف النيو سيريبيلر سندروم والفسيولوجيكال بيزس بتاعته، اعرف السيريبيلر اتاكسيا او الموتور اتاكسيا. كل دول اي واحده فيهم ممكن تتسال اس اي كيو، بالاضافه خلي بالك ممكن تتسال وجات بعد كده سؤال اس اي كيو اللي هو اوتلاين فانكشنز اوف ذا سيريبيلر. ماشي؟ هتلاقيها موجوده اثناء الشرح. فانكشنز كل الفانكشنز اوف ذا سيريبيلر. ناخدها اول حاجه عندي اللي انا بقول عليها الايه؟ الفانكشنال ستراكشر اوف ذا سيريبيلر. الاول كده عندنا كم سيريبيلر في جسمنا يا جماعه؟ واحد. في ناس قالت واحد. ما هو يا ابيض يا اسود، عندنا اثنين ولا عندنا واحد؟ واحد. شطار. طيب امال اللي كان بيقول اثنين بيقول اثنين ليه؟ باعتبار ما سيكون. لا هو واحد. لا ثلث. بص يا جماعه بيتنا عامل ازاي؟ عارفين الفراشه؟ هنشوف الصوره الروحيه. عارفين الفراشه؟ لها جسم اهو، صح؟ والجناحات بتاعتها صح؟ هتلاقي السيريبيلر بالشكل ده. في جزء تاني كده هيبقى موجود هنا، هنشوفها في الرسمه حالا. ده البادي بتاع الفراشه اللي هقول عليه فيربس. وهنا هتلاقي السيريبيلر هيمسفيرز. ونهبان في لكم الروتيرات دول. ده كلمة صغيرة كده بس عشان افتكر ان هو كام سيريبيلم؟ هنا سيريبيلم واحد. هو بالعربي اسمه ايه؟ مخيخ. شطار. السيريبيلم فروم فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو اور فانكشنال بوينت اوف فيو بنقسمه للثري ميجور لوبس. وكل واحد فيهم له ثلاث اسامي بيتحفظوا. الاولاني من اسمه فيستيبيولو سيريبيلم. يعني له علاقة بالفيستيبيولار ابريتس. له علاقة بالإيكوليبريم. شفت الاسم طلع فانكشن ازاي؟ اسم الدلع بتاعه الاركي سيريبيلم. ناس تقول عليه ارخي سيريبيلم. والاسم الثالث بتاعه فلوكيولو نودولار لوب تبع الاستراكشر. فلوكيول ونوديولز فلوكيولو نودولار لوب اللي هو الجزء ده. ده مينلي الفانكشن بتاعه لها علاقه بالايكوليبريم. وبالتالي لما يحصل ليجن فيه يحصل مال ايكوليبريم. وفاسيليتاتوري تو ماسل تون. كلام كويس. الثاني سباينو سيريبيلر. هذا الفلوك اللي نضر قال له يا جماعه. سباينو سيريبيلر من اسمه سباينو سيريبيلر. يعني له علاقه بالسباينال كورد. اسم الدلع بتاعه باليو. انتوا بتسمعوا باللغه العربيه الفصحى يقول لك حاجه باليه. باليه يعني ايه؟ قديمة مستهلكة، صح؟ فباليو سيريبيلر يعني الايه؟ البولد سيريبيلر اللي هو المتعارف القديم. باليو سيريبيلر أو يتقال عليها انتيريور لوب.
واضح الصوره بتاعته يا جماعه؟ وده مينلي انهبيتوري للمسل 2، وبالتالي لما يحصل فيه ليجن الليجن تؤدي الى ايه؟ عكس الفانكشن، الفانكشن انهبيتوري، يبقى الليجن هتؤدي الى هايبر تونيا. زائد ان له دور مهم جدا، بيساعد اليوسترينيلم في الريجوليشن اوف مسل فولنتري مسل كنترول. هنتكلم عن الرول لانه رول كبير قوي مهم جدا. طيب اللوب الثالث السيريبرو سيريلم، من الاسم له علاقه بمين؟ بالموتور كورتكس، السيريبرال كورتكس. اسم الدلع بتاعه نيو، يعني نيو يعني جديد. نيو سيريلم او بقول عليه البوستيريور لوب، وده مينلي فاسيليتاتوري للمسل تون. وبالتالي لو حصل ليجن زي حالات النيو سيريلا سندروم اللي هتكلم عنها في الاخر، تعمل هايبوتونيا تبقى شديده لدرجه ان تعمل حاجه اسمها اللي هو تندون جيرك، يبقى اخباره عامله زي بندول الساعه بيتقال عليه بندولار نيجر. لو انت قعدت كده، قعدنا واحد فوقنا عملنا له البيت الايه؟ النيجر، الطبيعي ان سلايد اكستنشن صح؟ في حالات الهايبوتونيا ده تيجي تعمل له تابنج تلاقي الرجل طالعه نازل، لان في سيفير هايبوتونيا، سيفير هايبوتونيا تيجي تعمل تابنج يحصل اكستنشن خلاص؟ فيعمل ستيميوليشن ستريتش ريفلكس، لما تيجي تاخد ستريتش ريفلكس فيقوم نازل بوزن، لان مفيش تون، مفيش تون يعني هيبقى نازل بالجرافيتي، نازل تاني اكنه ديت اوبشن. اكستنشن فليكشن اكستنشن فليكشن، عامل زي ايه؟ زي بندول الساعة رايحة جاية لحد ما يحصل فتيل. يبقى تو سمرايز الفانكشنال ستراكشر اوف ذا سيريبيلم، عرفت ان عندي 1 سيريبيلم بيحتوي فروم اناتوميكال بوينت اوف فيو بيعتبروا انه فيربس و 2 لاترال سيريبيلم سفيرز. فروم فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو عندي 3 لوبس، فيستيبيلو سيريبيلم، سباينو سيريبيلم او باليو سيريبيلم، والنيو سيريبيلم او سيريبرو سيريبيلم. نقدر نقول الكاتكسين بالاناتومي في جسمه الرايفل. اه ما انا بقول لك، بصوا يا جماعه انا دايما في حاجه ايه، ممكن نقسم الحاجه فروم اناتوميكال بوينت اوف فيو كاستراكشر، فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو كفانكشن. زي ما انت واضح قلت لك ده له وظيفه، ده له وظيفه، ده له وظيفه. فتحت الصوره يا جماعه، فبنقول عليها فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو، ممكن نقسمها امبريولوجيكال بوينت اوف فيو مثلا. فاحنا اللي يهمنا احنا فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو. طب السيريلنجم ده، هذا نفس الصورة يا جماعة، نفس الرسم، هذا الفيرمس وهذا السيريبيلر لوس وانتيريور وبوستيريور وفيستيبيلو فيستيبيلر بار. طيب في نقطة هنا قبل ما ادخل في السيريبيلر نيوكلاي، عايز اوضح نقطة اكيد انتوا عارفين اكتر مني. احنا عندنا هذا الايه؟ البرين ستيمر. البرين ستيمر عبارة عن ايه؟ عبارة عن ميد برين وونز بضلمة. ايه علاقة السيريبيلر بالبرين ستيمر؟ ركزوا معايا، انا برضك هتكلم في فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو. اناتوميكال هيلينج اوف ريليشن، بص اناتوميكال يقول لك ايه وات ار ذا ريليشنز اوف ما اعرفش ايه، مجرد احفظ رجع سمع. لكن احنا اللي يهمنا الوظيفه هو علاقته بيهم ايه؟ متوصلين به ولا مش متوصلين؟ بتوصل فايبر منهم ولا لا؟ فانا عندي هنا هو في 3 بيدانكلز صح؟ اللي انا بقول عليهم ايه؟ سوبيريور وميدل وانفيريور سيريبيلر بدانكل، سوبيريور سيريبيلر بدانكل، ميدل سيريبيلر بدانكل، انفيريور سيريبيلر بدانكل. السوبيريور مين اللي هيتوصل به؟ الميدل الانفيريور لوجيكال، لوجيكال ما بتكلم على كونكشنز، يبقى اغلب الكونكشن كل واحده بتدي للسطح. احنا عندنا مثلا فلاح يقول لك ايه الميه ما تعديش على عطشان. في الجسم عندنا في اكسبشن خطير والنايجل او جبنا سيرته قبل كده في سنه اولى واحنا بنتكلم في الاوتونوميك. سبحان الله هتلاقي ان هو غدله هنا اسمها طاروط الدماغ بيمشي فيها مين؟ الفيشيا النيرف وبينتهي فيه ويدي برانشز لكن ما بيغذاهاش. شوف في اكسبشن الجسم عندنا حاجه عدت عليها وسابتها من غير ما تغذى، امال مين اللي كان بيغذي البارود ده؟ جلوسو فرنج. لكن القاعده ان لا الميه ما تعديش على عطشان. فانا عندي دلوقتي الميد برين هيبقى له كونكشن مع ده، هنا مع هنا، المدره مع الانفيريور. هنشوف. طب دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه
اللي هي لها علاقه بالرسم عند دي. اكيد لسه ما خدناش السباينال كورد، خدته؟ هتاخده. في فرق جوهري ما بين السربيلا والسباينال كورد. بس اكيد شفتوا كروس سكشن سباينال كورد واحنا بنشرح لكم حتى في الفسيولوجي في الاوتونوميك نيرفس سيستم. لو انا خدت كروس سكشن في السباينال كورد وعايزكم تروحوا بقى تقولوا لي الفرق ما بين السباينال كورد والسربيلا. هذا كروس سكشن في السباينال كورد بالشكل ده. هذا جوه هنا الايه؟ جزء بالشكل ده بقول عليه حاجه اسمها جراي مارك. جزء خارجي بقول عليه وايت مارك، صح؟ لو جيت على السربيلم لاقي كده اهو، هذا السربيلم اهو مثلا سربيلم اتموسفير، هتلاقي في جزء خارجي هنا اهو وجزء داخلي هنا كده. الجزء الداخلي ده بلاقيه ايه؟ وايت مارك. والجزء الخارجي بلاقيه جراي مارك. بس في امبيدد جوه الوايت ماتر 3 جروبس اوف نيوكليار. جزء كده مكون من جراي ماتر جوه الوايت ماتر. اظن واضح الفرق بين الاثنين. السباينال كورد هلاقي مين اللي بره؟ الوايت ماتر. في السيربيلم مين اللي بره؟ الجراي ماتر. العكس جوه برضه هلاقي الجراي ماتر هي اللي جوه اللي عندنا في الاتش شيب ستراكشر ده، وجوه هنا هلاقي وايت ماتر. جوه الوايت ماتر هلاقي فيه امبيدد 3 جروبس اوف ديب سيريبيلر نيوكليار، بنقسمهم فروم ان وورد اوت وورد. لاول حاجه عندي حاجه اسمها فاستيجيال نيوكليس، والوسط ديت بتبقى انتربوزيتس او الانترميديت نيوكليس، اللي هي النيوكليس اللي في الوسط اللي هي عباره عن تو نيوكليار، حاجه اسمها جلوبوس وامبوليفورم نيوكليس. اللي موست اوت وورد اكبرهم واللي تدي مين اوت بوت فروم ذا سيريبيلا، حاجه اسمها الدنتات نيوكليس اهي. يبقى السيريبيلا نيوكلياي في عندي حاجه اسمها الفاستيجيال نيوكليس، نيوكليس انتربوزيتس اللي انا بقول عليها الايه جلوبوز والامبوليفورم، ثم الدنتات نيوكليس. وضحت يا جماعه؟ المين اوت بوت فروم ذا سيريبيلم بيخرج من الدنتين، لكن الفاستيجيال نيوكليس مميزه في ان الاوت بوت بتاع مين؟ الفيستيبيولار فانكشن بتخرج منه. في مش في حاجه اسمها فيستيبيولو سيريبيلم؟ الفيستيبيولو سيريبيلم الفايبر اللي هتخرج منه غالبا بتخرج منين؟ من الفاستيجيال نيوكليس. والفايبر اللي هتخرج منها او تدخل لها بتبقى من خلال الانفيريور سيريبيلر بدنك، زي ما هشوف في الكونكشنز حالا. في اي مشكله في الفانكشنال ستراكشر اوف السيريبيلر؟ عرفت اللوبس، عرفت البيدانكس، عرفت الديب سيريبيلر نيوكليار. طيب البادي بريزنتيشن جوه السيريبيلر، واضح من الرسمه هلاقي اب سايد داون في الانتيريور لوب مقلوبة اهو في الانتيريور لوب. الاب سايد داون يعني ده الانتيريور لوب اهو وده البوستيريور لوب. هتلاقي الايه؟ الاكسس بتاع البادي ترانك بتاع الجسم موجود في الفيرس. في الانترميديت زون اهو موجود الارمس والليكس والميجور بارت اوف ذا هيد، صح؟ وتلاقي اب سايد داون. في البوستيريور لوب بتلاقي الايه؟ البادي ريبريزنتد ايه؟ ابرايت يعني معدول، دماغه فوق ورجليه تحت. وايه ومقسوم للفين في الانترميديت زون. يبقى ده البادي ريبريزنتيشن اللي موجود فين؟ في السيريبيلا. امال البادي ريبريزنتيشن في الموتور كورتكس كان اكتره ايه؟ كان اكتر شيء الانبياء تاني اب سايد داون، لكن الهيد كانت بتبقى معدوله صح؟ لان العينين فوق والفوق تحت. وكان بيمتاز بانه كواليتيتيف ولا كوانتيتيف ريبريزنتيشن؟ يعني ايه كواليتي؟ يعني بمعنى اخر انا قلت في السي اس كيو الهاند لارج اريا اوف برزنتيشن ولا الترانك؟ الهاند اللي بتعتمد على الكواليتي. الهاند دي بتقوم بفاين موفمنت، فلاقي البرزنتيشن بتاع اللبس تلاقي لارج اريا اوف برزنتيشن، لكن الترانك تلاقي سمول اريا اوف برزنتيشن. النقطه اللي بعد كده السيريبيلر ايه؟ سيريبيلر كونكشنز.